تحرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. طمني. فتح الحرز يوجد بداخله راس ادمي مقطوعه من نصف العنق بآلة حاده، وبأخذ عينات من الدم وجدت تحتوي على اثار المورفين ووجدت خلايا. المهم يعني الراس اللي عندنا تبع باقي اجزاء الجثه اللي احنا لقيناها؟ التقرير بيقول نفس المواصفات وعينه الدم كمان يا باشا. ودي جثه مين ومين القاتل؟ اكيد واحده ست يا فندم. اشمعنى يا فندم؟ دي القضيه رقم 18 بنفس المواصفات، راجل ومتعبي في اكياس زباله، وفي الاخر بيطلع القاتل مراته. القاتل مراته؟ في حاجه يا فندم؟ تعالى يا فوزي تعالى. في يا سعاده الباشا؟ بص بص في العدسه كويس. شايف ايه؟ ايوه يا فندم، في اسم واحده ست. اعتقد سكينه ايه؟ عشماوي. لا يا فندم، سكينه العشماوي، وبعدين في مسافه كده ممسوحه وكلمه باشا. يمكن يا فندم المسافه ديت اسم الجد مثلا. لا 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 لا، اللي يسمي سكينه وعشماوي ما يبقاش باشا. مظبوط يا فندم. تفتكر يكون ايه؟ يبقى مكان يا باشا. مش فاهم. سبا باشا، مصطفى باشا. برافو عليك يا فوزي، برافو. بكره الصبح تنزل على السجل المدني تعمل لي مسح لكل المناطق اللي في اخرها يا باشا، لحد ما تعرف اسم سكينه العشماوي تعرف لي عنوانها. حاضر يا فندم. عايزين سكينة العشماوي. وعاوزينها ليه؟ افتح الباب. حاضر. انت سكينة العشماوي؟ لا. يعني انت معترف ان دي شنطتك ومكتوب عليها اسمك بخط ايديكي؟ ايوه، وكان في شنطه تانية زيها ومكتوب عليها اسمك.
الشنطه اللي فيها بقيه الاجزاء؟ ايوه. وديتيهم فين؟ اديتهم هديه لشلبي ابن اختي. وبيشتغل ايه شلبي ده؟ طالب في كليه الطب. كده الامور بقت واضحه يا فندم. طبعا بدل ما يشتري له جثه يتعلم فيها، خالته جابتها له هديه. جثه ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. الانكار مش هيفيدك بحاجه. طب وانا هنكر ليه؟ هو ايه الموضوع؟ انا فاهمك الموضوع. أيوة. انت قتلت قتيل وزعتيه على شنطتين، الشنطه دي حطيتي دماغه المقطوعه، وفي الشنطه الثانيه حطيتي بقيه الجثه اللي اديتيها لشلبي ابن اختك. يعني ايه؟ الشنطه دي كان فيها ورقه قتيل؟ ايوه. ايوه. فين التواليت؟ مفيش تواليت. لازم تعترف الاول. اعترف بايه؟ انتوا عايزين تلبسوني تهمه؟ الشنطه دي كان فيها مكسرات وفيها شويه هدوم انا جايبها معايا من السعوديه. فين التواليت؟ استنى يا عم، الشنطه دي فيها راس قتيل مكتوب عليها اسمك، تفسري ده بايه؟ هفسره بايه؟ ما هم كلهم بيكتبوا اساميهم على الشنط. هم مين؟ المدرسين. اصل انا مدرسه اعاره، وبعدين لما بنيجي راجعين مصر كلنا بنشتري الشنط كلها شبه بعضها، فبنكتب اسامينا عليها عشان ما تتوهش من بعضها. وبعدين حضرتك ده من سنه فاتت، وبعدين قبل ما ياخدها الواد علي. علي مين؟ علي ليه؟ هنهزر. انا طب انا هنهزر معاك ليه وانا اعرفك؟ كلام عادي. حاضر. هو اصل الشنطه دي يعني هو علي عليه واخدها، علي وهم اصلهم بيدلعوه، بيقولوا له يا ميمون اصل هو شبه القرد. اوعى سيبني. هي الشنطه دي كان فيها راس قتيل؟ ايوه فيها راس قتيل. فين التواليت؟ استنى عندي كده. لازم تكملي كلامك الاول. اكمل كلام ازاي؟ حرام عليكم حرام عليكم. طب الكلام ده بتوعي يقولوا عليا ايه؟ يقولوا الاستاذه قبضوا عليها وعملت على راحه في الاسم. فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ علي ده بيشتغل ايه؟ بيتي يا بيتي يا تلفزيون قديم اللي فيها، غساله قديمه اللي فيها، فلاحه قديمه اللي فيها، راديو قديم اللي فيها، بطاريه اي حاجه قديمه. انت علي عليه ولا؟ مين عايزه؟ مين عايزه ايه؟ شايفني مخبط على الباب؟ انت علي علاوه؟ انا علي علاوه مش شايف ميمون. ميمون القرد؟ ايوه ميمون القرد. تعالى علي. تعالى. العربيه. مرسيدس يا خاي. العربيه دي. خد يا علي. الشنطه بتاعتي، لكن مين قال لي اتدفعت؟ انا ما اعرفش الاجهزه، ما جبتوش قبل كده. خلاص ما تقوليش كده. اوعى تبكي على وشي. اخيرا كده العشماوي يا باشا. تعرف الست دي يا ميمون؟ ايوه. تعمل ايه؟ دي ست المدرس. اسم الزفت ده. ايوه هو ده اللي خد مني الشنطه دي. ده ست ما نسيتك زمانه، مش مفتكرش من ساعتها. ده ساعات دي جايبه على اكثر من سنه. ايوه انت اشتريتهم مني، بس شوف بعد كده اتعاملت بيهم ايه يا مجرم. ده ساعات دي انا بعتهم تاني يوم. بعتهم لمين؟ لصاحب محل المزادات اللي في طريق الحريه. تعرف مكانه؟ ايوه دي اعرف مكانه. مش الباشا قال لك اسم الزفت ده؟ عارفه قوي. ولا حاسس بيه. انا يمكن احترف تاني. مفيش حاجة بشتريها أو أبيعها إذا لازم أدونها في الدفتر ده. دور كويس يا عم مرسي، أحسن الشنطتين اللي اديتهم لك باين وراهم مصيبة. ما تتكلمش خالص. البايع علي عليوة الشهير بميمون، شنطتين جلد أحمر، المبلغ 30 جنيه. والتاريخ أهو. مين اشتراهم منك يا عم مرسي؟ اللي اشتراهم الاستاذ محمود علوان. برعنا. اخلص يالا. مين محمود علوان ده؟ انا الحقيقه معرفوش يا بيه. طب علوانه عندك؟ اه اكيد. وادي العنوان. ايوه ثانيه واحده. اتفضل يا باشا. اتحرك يا عسكري. اهلا ست العميد، عاش من شافك. في ايه؟ اسمك ايه؟ اسم البيه عارفه. رد عليا بسألك اسمك ايه؟ جاوبي على البيه. اسمي ميمي سالم يا بيه. اصلها بتشتغل في الكبريه يا باشا. جوزك فين؟ انا هبوس فيهم. هما كتير. ردي كويس. هما اربعه لكن انا دلوقتي فاضيه. جوزك محمود علوان فين؟ محمود علوان؟ محمود دلوقتي مش جوزي، ما اعرفش عنه اي حاجه. مش دي شقته؟ كانت يا بيه، لكن انا اشتريتها منه بعد مصدق. من امتى يا ميمي؟ من حوالي سنه. تحب تشوف؟ بعدين. تعرفي سكة محمود علوان؟ علمك يا بيه. أكيد برضه تعرفي ساكن فين، بيسهر فين. أكيد بخيبة يا بيه، أنا أسمع إنه في في كينج ماريون. اكسر الباب. حاضر يا فندم.
محمود علوان صحفي، محمود علوان منتج سينمائي، محمود علوان مدير مكتب رئيس الوزراء. محمود علوان رجل اعمال. هو ده محمود علوان، باسبوراتي مزوره. اكيد دي تبقى مراته يا فندم. اكيد. افتح. تمام يا فندم. مجموع صور وتوكيل عام. توكيل عام رسمي محمود علوان للسيده سعاد عبد الرحمن قاسم. التوكيل ده مزور زي الباسبورتات. ايه ده؟ صورة زفاف؟ لا ده راجل تاني. الست دي متجوزه اتنين ولا ايه؟ صورة تانية نفس الست. ورايا سكينة وساطور يا باشا. سكينة وساطور موجودين في كل بيت يا فوزي. انت تسمع كل مكان في البيت. مفيش حاجة مهمة تاني موجودة معانا. هرجع كل حاجة زي ما كانت. ما ترجعوش حاجة، نخش الفيلا كلها. ازاي بس يا فندم؟ انا مش فاهم حاجة. عشان هو اللي هي لما يرجعوا الفيلا بالسلامة يفتكروا ان في حرامية دخلوا وسرقوا الفيلا، فيبقوا لنا يبلغوا برجليهم وبكده يبقى يريحونا من البحث عنه. يا فندم. ايه يا فوزي في ايه؟ ايه راي سعادتك في الشبه ده؟ قصدك ايه؟ واضح ان في تشابه في شكل الجمجمه وملامح الوش. حتى شوف سعادتك كمان الصوره دي. ايوه يا فوزي، بس اللي يقرر ده الطب الشرعي مش احنا. اتفضل. في اشاره سعادتك يا فندم مستعجل. وريني. ورايا يا فوزي. على فين يا فندم؟ ورايا يا فوزي. جاهز الهواء بسرعة. جاهز الهواء يا ابني. ممكن يا فندم تكون جزء من الجثة اللي عندنا؟ على كل حال يا عم ابراهيم، انا بعت لك بكره الصبح عشان ناخد اخبارك ونقفل المحضر. حاضر فوزي. نعم. عايزك تتابع الجثة في المشرحة وتستعجلي تقرير الطبيب الشرعي. حاضر يا فندم. ومن بكره الصبح عايز كل المعلومات عن محمود علوان. وعندك مليون سكة، عندك السجل المدني، المرور، اتصرف. طب والست اللي في الصورة يا فندم؟ الست اللي في الصورة هي اللغز الكبير. عايز كل المعلومات عنها، وأول ما تدوها تقبضوا عليها بأي مادة. أيوه يا فندم، بس هنقبض عليها بتهمة إيه؟ مش مشكلة، أنا عايزها قدامي بأسرع وقت وبأي طريقة. حاضر يا ادخل. واحدة اسمها سعاد قاسم يا فندم. مين سعاد قاسم؟ ايوه ايوه خليها تدخل. اتفضلي. انا جالي الاستدعاء. اسف اني استدعيتك بشكل رسمي، لكن واضح ان حضرتك مش مقيمة في كينج مليون. مظبوط، انا مقيمة عند والدتي من 5 ايام في سموحة. عشان كده بقى. اقدر اعرف في ايه؟ في حاجات ضبطت مسروقة تخصك او تخص جوزك، اكيد حضرتك متجوزة. ايوه. مين؟ محمود علوان. محمود علوان؟ الاسم ده مش غريب عليا. مدير مكتب رئيس الوزراء. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. الاسم ده انا اكيد سمعته في الوزاره. فوزي. المضبوطات اللي عندك بتاعت الهانم. حاضر يا باشا. ها. كله تمام يا فندم. طب اسبقونا ما حصلت. تمام يا فندم. الشنطه دي تخصك او تخص محمود بيه؟ على كل حال افتحها يا فوزي، يمكن الهانم تعرف عليها. بس دي ريحتها وحشه قوي، شكلها مقرف. عموما احنا كان عندنا شنطتين شكلها تقريبا. والشنطه الثانيه فين؟ شنطه ايه؟ حضرتك لسه قايله عندكم شنطتين زيها. ده محمود خدهم معاه وهو مسافر. هو مسافر؟ ايوه. فين؟
عند والدته في مصر. اه خسارة. خسارة ليه؟ كان نفسي اتعرف بيها. طيب تسمح لي انا بقى دلوقتي. اكيد والدته عندها تليفون في مصر. ايوه عندها. كم؟ 3 2 0 3 7. فوزي اتصل بالرقم ده في مصر وحولولي على المكتب، بس اتاكد انه رد عليك الاول. حاضر يا باشا. ايه مين يعني اللي هيتخبط في ناموسه ويطلبني في تليفونه؟ هو حد بيسال عليا؟ الو الو، الست ام محمود؟ ايوه انا منيره. مين؟ اتفضلي المكالمه. الو الو، انت مين؟ انا سعاد يا نينا. نينا ايه ونينا ايه؟ سعاد مين؟ سعاد مرات محمود. محمود مين؟ محمود ابنك. هو عندك؟ هيجيلي ليه محمود؟ انا ماليش ابن اسمه محمود، خلاص استعوضت به ربنا. في ابني يقعد سنه ونص ما يسالش عن امه العيانه ولا يبعت لها حتى قرش زاد من ثمن الدواء اللي بتاخده. قلبي وربي غضبانين عليه ليوم القيامه. ما بترديش ليه؟ ما تردي، رديت الميه بدورك. طيب لما يجي خليه يكلمني. مش موجود مش كده؟ اسمح لي. محمود الوان ما راحش عند امه في مصر. راح فين؟ موجود عندنا في اسكندريه وانا عارف مكانه. تحب تشوفيه؟ اتفضلي معانا. مامور راس ولد راس ست. ايوه عايز الحق الارض. مامور راس ولد راس ست. هو في ايه يا محمود؟ والله البير بورسعيد كلها مقفله فلازم نرجع. ليه؟ رئيس الوزراء جاي، كنت عايز اسلم عليه بس مفيش وقت. اه رئيس الوزراء. انت مرجعني اللوكان ده تاني ليه يا محمود؟ هروح اشوف حكاية المركب اللي اتأخرت. انزل انت استنانيني يا البير. طيب بس ارجوك يا محمود، انت عارف ان انا حطيت معاك كل ما املك في العملية دي، حتى بعت شقتي على ايديك وبعت كمان صيغة مراتي ومبقاش حلت ولا ملين دلوقتي عشان اكل بيه. وبعدين يا البير
ما تقلقش، قلت لك انا هتصرف، انا ليا اتصالاتي وانت عارف كويس. استناني هنا ما تاخرش، انا هرجع لك حالا. اوعى اتحرك يا البير. انا محمود علوان مدير مكتب السيد رئيس الوزراء. اهلا وسهلا. واضح حضرتك كنت مسافره بس ما لحقتيش القطر. مظبوط، احنا السبب ناس كتير فاتها القطر. رسميات نعمل ايه زي ما سعادتك عارفه؟ معلش هحاول اخد مواصله. ادينا فرصه نصلح غلطتنا. سعادتك راحه فين؟ انا رايحه اسكندريه. مش معقول ده نفس الطريق. اتفضلي يا فندم. لا معلش انا رايحه، معلش ما فيهاش اي حاجه. معلش يا فندم، ده انا هين عليا لم كل الناس اللي فاتها القطر واخدهم معايا. ما مش حاضر. اديني فرصه اصلح غلطه. اتفضلي يا فندم. انا حركه يا فندم. اتفضلي، ما فيهاش اي حاجه. اتفضلي سعادتك. انا ازيك يا فندم. وده كان اول لقاء بيني وبين محمود علوان، وفي الطريق بدا التعارف بينا وبدات حكايتنا. حضرتك ماشي كده على فين؟ طريق القنال. اولا الطريق سهل، ثانيا الجمارك ولا حاجه، ما احنا برضو لينا شويه امتيازات. حضرتك متجوزة طبعا؟ لا. امال؟ الله يرحم. انا اسف جدا، انا خايف اكون ازعجتك او ضايقتك. ده من 7 سنين. الا بالحق. حضرتك ما اتجوزتيش؟ فضلت اتفرغ لتربيه بنتي مديحه. بنتك؟ 14 سنه دلوقتي. ما شاء الله، مش باين عليكي خالص. تعرفي انها نفس حكايتي. مرحومه مراتي ماتت من 5 سنين، بس انا بقى ما عنديش اولاد. الله، طب ليه ما اتجوزتش؟ ما اتجوزتش لاني ما لقيتش الانسان اللي انا احس ناحيتها بحب حقيقي. بالحق. السيجارة هنا. ما بدخنش. ولا انا. الهدف ليه كده؟ على فكرة انا مش كاين.
لكن هي بقى تسالي في الطريق. هنعمل ايه يا هانم؟ الحمد لله على السلامة يا مدام سعاد. الله يسلمك. انت ساكنة فين؟ انا ساكنة في زيزينيا، بس هتنزلني بعيد عن البيت بشوية واكمل انا التاكسي عشان كلام الناس. عندك حق. كنت اتمنى ان الطريق يكون اطول من كده. مدام سعاد اتفضلي، ده الكارت بتاعي. أيه. اي خدمة انا تحت امرك، او على الاقل يا ستي اسمع صوتك. بس هنا مفيش نمر التليفون لانها سريه، انت عارفه شغلتي حساسه شويه. ايوه لو ما فيهاش مضايقه يعني، لو سمحتي لي انا اكلمك. بس انا ما معيش كراتها. لا يا فندم دي سهله قوي، اتفضلي. اتفضل. متشكر. متشكر قوي. انا اللي متشكره جدا جدا جدا. مدام سعاد عايز اقول حاجه، ممكن اقولها؟ طبعا. بتهيالي دي ملهاش اي لازمه دلوقتي. مالك يا بنتي؟ ابدا ما فيش، يمكن بس تعبانه شويه من السفر. وريني ايه الحلاوه دي؟ حلوه قوي الفستان يا ماما، ذوقك يا جنى. مبروك عليك يا عمر. ايه رايك يا تيتا، الفستان حلو؟ حلوه قوي يا بنتي، مبروك عليك. بخير يا فندم. امال عماد نصحي فين؟ لا مش موجود يا فندم. طب قول له محمود بيع علوان خلص موضوع بورسعيد. لحسن حظ رئيس الوزراء كان هناك ساعدنا قوي قوي قوي. الحمد لله. قول له هحتاج استلف منه العربيه الاسبوع الجاي. باذن الله. خد المفاتيح. شكرا. شكرا. الاسانسير بتاع اهلك عطلان. مساء النور. يا دي الخيبه. البير حبيب جه؟ البير حبيب جه؟ لا، افتح اوضتك. اتفضل. ايه دي؟ دي فاتوره الشهر اللي فات، صاحب الاوتيل قال لك اديها لك. قال لي اتنقل ب 60 نيله. عيب. لسه مكلمني وزير الساعه يخلي بنسيون الزباله ده 5 ستار. 5 نجوم يعني. الناس ما عندهاش ضمير ولا دم. طلع لي الخط على فوق. حولي الخط على فوق. ايوه عيب. البير حبيب جه؟ ها؟ اصفخص على منظرك. الو مين؟ انا يا روحي. لسه واصل من مصر دلوقتي. انا حتى لسه ما قلعتش هدومي. قلت أول حاجة أعملها إني أسمع صوتك. وحشتيني. وأنت كمان وحشتيني. ما عندكيش فكرة الكلمة دي ريحتني قد إيه. أنت بتتكلم منين؟ من الفيلا بتاعتي في العجم. لو أعرف إني كنت هقابلك والله ما كنت بعتها. طب ممكن تخليك معايا دقيقة واحدة؟ ما تقفلش. معاك يا روحي. الواحد ما صدق دخل في مدن احنا. ايه ما دي حل انت عاملاه ده؟ في ايه يا ماما؟ اقفلي الكاسيت ده. انت مش عارفه ان تيتا بتحب تريح الظهر شويه؟ وبعدين شوفي مذاكرتك احسن. ما انا بذاكر اهو يا ماما.
الو. ايوه يا حياتي. احنا كنا وصلنا لحد فين؟ كنا بنقول كنا بنقول وحشتني. طب لما احنا الاثنين وحشنا بعض قولي لي انت نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ لا ان كان علي انا اجيلك دلوقتي حالا. ما تبقاش متهور. بتضحكي؟ اصلي فجأة حسيت ان احنا عاملين زي المراهقين. عندك حق، انت كل حاجة فيك بتصرخ بالشباب. اتفضلي. انا ما بشربش. وانا كمان ما بشربش، بس قلت دي مناسبه سعيده. تعرف يا سعاد، انا مش ناقص دلوقتي غير اني اتعرف ببنتنا مديحه واتشرف ببنتك. بحس ان ليا عيله. اشربي. بس انا وحيد في الدنيا، ماليش حد. صباح الخير يا سعدون. صباح الخير يا انت محمد. الاستاذ البير صحي؟ ها؟ الاستاذ البير صحي؟ اشوفه. على فكره هو هيغادر النهارده. هيروح فين؟ القطه محمد عندي. طيب خشله. اهلا يا استاذ محمد. اهلا البير بيه. ازيك؟ الحمد لله. تفضل تعالى. عنك انت بيه، عنك انت. اصل انا كنت معدي من هنا فقلت اطلع اطمن على سعادتك. يعني فيك الخير يا استاذ محمد. هو سعادتك هتسيب الفندق ليه؟ مجبر من اخاك انا بطل يا استاذ محمد. معلش يا بيه، معلش. لا بيه، لا بيه، عنك انت، عنك انت حضرتك. افتح الاوضه يا سعدون، وانا هفوت من وقت للتاني اسال على محمود علوان. مش يا هلال، مين هيفتح حساب اوضه محمود علوان اللي قفل عليها حقه؟ انا عارف يا اخي، دعوتي كمان اطلع على حسابه. هدي نفسك يا سعاده بيه، هدي نفسك. العربيه بتاع سعاده بيه اللي انا بشتغل عنده موجوده معايا تحت، وما تلزموش لمده ساعتين. تحب اوصلك فين؟ والله ما انا عارف يا استاذ محمد، هلاقي الركن ده ارخص مني فين؟ على كل حال ما تشغلش نفسك بيا، انا هعرف اتصرف. ما تقلقش يا سعاده بيه، انت خيرك عليا، انت والمرحومه كانوا خيركم عليا كتير قوي. على العموم دي كانت عشره عمر. يلا يا ميلاري. اصيل يا استاذ محمد.
المطره بتمطر والشمس طالعه. لا مؤاخذه ساعات البيه، انت غلطت لما بعت الشقه بتاعتك واديت فلوسها لواحد ما انتش واثق فيه، وعمليه ما تعرفش حاجه عنها. لا مؤاخذه يعني. عندك حق يا استاذ محمد، ده ما خدش الشقه بس، ده خد كل حاجه واختفى. ما بقاش حلتي دلوقتي غير المعاش. ولا يهمك يا بيه، احنا هنحاسبلك عن محمود علوان ده، وهنجيبوه من تحت قطيع الارض، حتى لو كان في بطن امه ورجع لها تاني هنجيبه لك، ما تحملش هم. انت موديني فين يا استاذ محمد؟ انا سعادتك ايه؟ انا عايش بس ارد جمايل سعادتك عليا انت والمرحومه، بس اللي ملكي مش من مقامك. تقصد ايه يا استاذ محمد؟ اتفضل يا بيه، تعال معايا بس. اتفضل اتفضل يا بيه. هي اوضة عشوائية كده بس نظيفة يا سعادة البيه، انا كنت عايش فيها ايام ما كنت بشتغل سواق عند سعادتك. هنا؟ ايوه بيه. سعادة البيه بقى اللي انا بشتغل عنده اليومين دول عمل لي ايه؟ ابارتمان في الجنينة بتاعت الفيلا انا عايش فيها دلوقتي. ابارتمان؟ ايوه. يا بختك. والنبي والمسيح لو كنت انا اتسرعت وضايقتك سامحني. لا ابدا يا استاذ محمد، انا متشكر خالص. تفضل وريني الاوضه. تفضل. دي هتعجب سعادتك قوي يا بيه. تفضل يا بيه. شوف يا سعادتك كلها زي ما سعادتك شايف بتطل على البحر. تفضل يا بيه. تفضل تفضل سعادتك. تفضل يا بيه. كل طلباتك هتلاقيها سعادتك موجوده هنا، حتى الشاي والقهوه، وانا هبقى امر على سعادتك كل يوم والتاني واجيب لك كل طلباتك. شكرا يا استاذ. بالاذن انا بقى سعاده البيه الحق البيه بتاعي، وبالنسبه لمحمود علوان هجيب لك خبره قريب. مع السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا بيه. علي بقى يلا هوبا، بس واحده واحده ومرة يا ست كمان ما تزعليش، الاثنين ما بقتش قادرة استغنى عنهم. خضيت يا محمود، هما الاثنين كمان بيحبوك قوي. أنا شايفة بقى سعاد ميالة ليك، بس اسمع ده بيني وبيني. المهم رضاك أنت عني يا نينا نعمة يا حلوة. الله الله، إيه الحب ده كله؟ الله هو أكبر، الله هو أكبر. الله 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 الله. يلا اتحرك الساعة يا حبايبي يلا. إيه يا ست تيتا؟ ما صدقتي ونزل غراميات ابو حنا. باي باي بقى يا جماعه. باي باي يا تيتا. باي باي يا حبيبي. انا كمان رايح انام. اتفضل على الاقل. باي باي يا ابو حنا. باي باي يا حبيبتي. باي باي. على فكره ايوه مديحه صعب جدا تاخد على حد بسرعه. فينا بالغيله ولا ايه؟ وانت بتعمل خير. هتوحشيني هتوحشيني قوي قوي قوي. تفضلي امسحي. انت شفتي
ومن غير ما اشوف. هو انت فاكراني صغيره ولا ايه؟ عموما انا شم ريحه مأذون وجواز في العمليه دي. صح يا سوسو؟ سكوت علامه الرضا. ماشي على بركه الله. عموما ابو حنا في شخصيه ظريفه ويتحب. يعني انت موافقه؟ يعني لو ما وافقتش هتاخدي بكلامي كده احسن، بدل ما تروح عليكي ترجعي تقولي لي ضيعت عمري عشانك وترملت عليكي. كلامي ايه ده بتاع الامهات؟ يا حبيبتي يا حبيبه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال في حديثه الشريف: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ومن هذا المنطلق نعقد قران السيدة سعاد عبد الرحمن قاسم على السيد محمود محمد علوان الصحفي. أنا فوجئت بأنه صحفي، وساعتها حسيت أني اتسرعت في الجواز قبل ما أعرف عنه كل حاجة، لكن أقنعني بعد كده إنه كان صحفي قبل ما يبقى مدير مكتب رئيس الوزراء. ألف ألف مبروك محمود بيه. بارك الله فيك. مبروك سعد هاني. الله يبارك. مبروك يا بلد. ألف 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 مبروك. ألف ألف مبروك. انا مش عارفه ازاي وافقتك على الراي ده يا بديح. عشان صح. انت فاكره انا ما رحتش اطهر معاهم ليه يا حاج؟ ليه يا خالتي؟ عشان هبقى قاعده زي العزوم قدام. يا بنتي بتجيب الكلام الكبير ده منين؟ نفس الوضع ده، وجودنا معاهم في شقه واحده وهم في شهر العسل هيضايقهم، وبصراحه كمان انا هتضايق. وبعدين انا شلت صوره بابا من هنا عشان وجودها يفكر ماما وينكد عليها، وهيضايق العريس الجديد كمان. الحياه يبقى من الميت يا حاج. وإذا جم ما لقوناش واتخضوا؟ ما تقلقيش، عاملة حسابي وسايبة لهم ورقة فيها كل المعلومات، وحطها في مكان أكيد هيشوفوها فيه. حطها فين يا حبيبتي؟ على السرير يا حاجة. يلا بينا. لكن معلش، كله بثمنه جميل. وان كنت شايف ان ده الاصح، ايه رايك؟ فصحتك. فصحتك.
بدأت شخصيته الحقيقية تظهر. إنسان مش طبيعي، بيميل للعنف. اتضايقت منه، وبعض الأحيان كرهته وكرهت معشرته، لكن للأسف في النهاية كان دايما بيضحك عليا بأساليب مختلفة وأصدقه. يا تيتا حكيت العروسه بتاعتها بقالها كتير نايمه في العزل، هما مش بيقولوا شهر بس. ما هو الشهر لسه ما غداش يا حبيبتي، وبعدين هي بتكلمك في التليفون كل يوم يا مديحه. تليفون ايه يا تيتا؟ حضن الام حاجه تانيه، انا مش عارفه ايه امهات الايام دي. انتوا كنتوا كده زمان؟ زمان؟ لا، كان زمان لما الواحده جوزها يموت تترمل عليه بقيه العمر وتقعد تربي ولادها زي كده، بس برضه كان غلط. أمال بنتك مش طالعة زيك ليه؟ ما هي قعدت أرملة 7 سنين لغاية ما بقيتي عروسة أهو يا حبيبتي، وبعدين الزمن اتغير الدنايا. زمان بقى ما كانش فيه قروبة في سنك تتكلم الكلام الكبير ده. روحت فين بس؟ هتلاقي نفسك يا سعاد على حتة السويرة. روحت فين يعني؟ يا مرمية تحت السرير، تحت الكنبة. هي غالية؟ أه طبعا غالية، ده كل الفلوس اللي فيها ألماس حر. جاي دلوقتي. ايوه مين اللي عندنا دلوقتي؟ ما انا رايحه اشوف مين. لو حد سال عليا قولي مسافر. ليه؟ وايه ليه؟ بعدين ارشحك. قولي مسافر شغل في مصر. يلا بونسوار يا هاني. بونسوار. الاستاذ محمود علواني موجود. مين حضرتك؟ البير حبيب صديق. الله يخرب بيتك، عرفت مكان منين؟ بس الحقيقه هو في مصر. في مصر؟ ايوه. اه ما قلتليش حضرتك مين؟ انا المدام. المدام؟ ايوه. ده كنتي عملته للمدام. طيب ما تعرفيش حضرتك سافر مصر ليه؟ سافر مصر في شغل. شغل ايه اللي في مصر؟ شغله في مكتب رئيس الوزراء. رئيس الوزراء؟ ايوه. طيب انا هبقى اجي له تاني اسال عليه ان شاء الله. رئيس الوزراء؟ ايوه. رئيس الوزراء؟ ده انت باين بتضحك عليكي زي يا مدام. هو كان عايزك ليه؟ انا كنت عايز من ايه يعني؟ عايز واسطه. فاهم ان رئيس الوزراء ايده كل حاجه، لعلمك كل حاجة هنا هيبقى عايز خدمة. وانت بقى هتسافر مصر تشوف شغلك انت. طبعا زمان ما قلبين عليا الدنيا هناك، بس حبيبتي عايزك لما انا اسافر سيب البيت هنا وتقعد عند امك. ليه؟ كل شوية حد يقرفك، اللي عايز وصل اللي عايز مساعدة، فانا ممنع الحرب مش عايز حد يعرف عنواني خالص. تعمل ايه؟ بدور على الاسورة. يا سعاد سعاد. ايوه يا ماما. اي حبيبتي انا جيت اهو، جبت لي الدواء معاكي. ايوه حبيبتي جبته لك. مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ مش عارفه يا بنتي، بقيت عصبيه قوي من دول، من قله النوم ما بنامش خالص. معلش يا حبيبتي، المنوم اهو. على فكره الروشته انت حطاها فين بقى؟ ليه؟ علشان الدواء صرفولي المره دي بس الدكتور علشان عارفني. ما انت بتجيبي لي منه كل مره. ايوه بس ده منوم وممنوع يتصرف الا بالروشته. حطاها فين بقى؟ عندك الدور. طب خدي الشرب. اي درج بقى اللي هناك ده؟ ايوه. اوكي. اكيد في واحده من دول. هي دي. جوبي الجرس بيضرب. طيب حاضر بالهداوه عليا. وعلى فكره يا ماما المشوار من المدرسه البيت ده بعيد قوي، يعني المفروض نرجع شقتنا بقى. طب ما انا قلت لك يا حبيبتي. وانا مش مقتنعه. بص محمود مش عايز رجل كتير على البيت، لان كل واحد هيروح، اللي عايز واسطه واللي عايز شغلانه واللي طالب خدمه، فيروحوا ما يلاقوش حد موجود في البيت يمشوا. ايه رايك؟ ماشي، ولو اني برضه مش مقتنعه.
الاستاذ عبير حبيب موجود؟ انا اسكندر صح؟ لا والله مش يا اسكندر، مش يا البير غادر الفندق، بس كان هنا من شويه جه يسال عن محمود علوان. ايه تحت برضه؟ طب ما تعرفش نزل راح فين؟ متهيالي انه نزل يزور المرحومه مراته، اصل الثانويه بتاعتها النهارده. اه المقابر. طب متشكر، متشكر قوي. لا ده ينفع قوي قوي مع عم البير ده. ايه ده؟ معقولة؟ معقولة حاجة بالروعة دي تحط فوق المقابر؟ طب والله حرام. خبزنا كفاتنا حق اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. عليهم ولا الضالين. مين؟ محمود علوان؟ أنت إيش وتفتكر يا البير؟ أيوة بس أنت كمان إياك تفتكر إن أنت خدت الفلوس اللي حيلتي. محمود إيه؟ أنا حرام عليك اللي أنت بتعمله فيا ده، أنا مش حمل البهدلة. ومين ده اللي يقدر يبهدلك يا البير؟ أنت. أنا؟ أيوة. إزاي؟ دوختني وراك. بالعكس ده أنا بدور عليك في كل حتة. سألت عليك في البنسيون قالوا لي مش موجود. أنا بقى عارف الثانوية بتاعت المرحومة النهاردة. قلت أكيد حلقاك هنا أشوفك ونقرأ عليها سوا، خلف رحمة ونور تنزل عليها. شكر أوي، شكر أوي يا محمود. أيوة. بس لازم تعرف إن أنا خلاص بقى الحال ده بيا خالص. والله والله يومين سامعك يا كبير. بس أنت لقيت زوجة وشقة تتوى فيها، لكن أنا انطردت من اللوكندا. ياه؟ ليه؟ ما معيش فلوس. إزاي؟ معيش فلوس وعارف بنام فين دلوقتي؟ فين؟ في شقة كان أوضة كده حتى كان بينام فيها السواق بتاعي. وعارف فين؟ فين؟ في خرابة. لا. في قلعة عرابي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنت ليه ما قلتليش؟ أقول لك فين؟ وأنا كنت عارف طريق بيتك. أنا حتى لما قابلت مراتك قالت لي إن دي راحة عند رئيس الوزراء. إيه حكاية رئيس الوزراء دي؟ لا حكاية ولا رواية. أصل أنا أعرف واحد في السكرتارية هناك. أيوه. قلت أوصله في موضوع البضاعة بتاعت بورسعيد. دي ولية متخلفة. البير ايوه انا خايف يكون اتنصب علينا في موضوع البضاعه. لا اسمع يا محمود. ايه انا فلوسي لازم ترجع على داير ملين. انا لا بتاع شركه ولا بتاع تجاره. من عينيا من عينيا وانا اتاخر عليك. استنى. أيوة. والله انت ابن حلال. خد خد دي فك نفسك بيها لغايه ما ادبر لك فلوسك. ايه دي؟ دي اسويره غاليه قوي. دي بتاعت امي كانت مديها لي عشان مراتي بعد اللي سمعته قلت لا بقى البير اولى. لا لا انا ما اخدهاش. خد يا راجل ما اخدهاش. لا النبي ما هيراجع. لا اهي في جيبك اهي. لا وعايزك بقى ايه تروق بالك. فلوسك هتجيلك لغايه عندك اطمن. خدني معاك يا ابني. مرة أشوف معاك. ده شكله مش مصري. لا مش مصري. المسألة مش شغل وبس زي ما اتفقنا. تلعبي بدلك من ورايا ولا إيه؟ أما أنا سايباك تلعب على كده. أقول لك إيه يا ميمي؟ مش حلو كده معايا. ده أنا محمود علوان. إيه الموضوع بالظبط؟ الموضوع ما يتحكيش كده على الواقف. ومال؟ نقعد نتكلم على رواق. حكيماني نحب ونفهم. مش هنا. وأنا الكلام ما ينفعش هنا. تحب فين؟ أحب مطرح ما يعجبك. عايز يتجوزني. ايه ده؟ لازم بقى ما قلتلوش ان احنا متجوزين. قلت له بس هو مستعد يدفع. هيدفع فيك كده ليه؟ هو انت موافق ولا ايه؟ يا حبيبتي جوازنا ده جواز متعه، ولان الراجل ما بنحبش الحرام قلت له انت بورقتين عرفي. صح صح. الورقه بتاعتي معايا هنا في البلطه. خدتها ازاي؟ مش مهم ازاي. المهم صاحبك يدفع. نجيب الورقتين نقطعهم 10,000 حته، يعني 10 رواكب. دول بقى نفقة المتعة بتاعتي. بتاعتك؟ هي النفقة بتاعتي ولا بتاعتك؟ ما تفرقش. اشمعنى انا عايز اتمشي دي بس؟
الا بالحق. قولي لي لما تتجوزوا هتقعدوا في شقتك دي؟ ما قصدش. لا 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 ده هيدور على شقه كبيره قوي وفخمه بس هو مش لاقي دلوقتي. عندي برضه تحمل الشم بس هي مهرها غالي شويه. مش بتقول انه قادر متريش؟ خلاص اقول مبروك عليك. الله انت ماشي رايح فين؟ استنى. لا مش هروح فين بقى، مضطرين نقعد معاك كام يوم لغايه ما نقفل على كل المواضيع. رواق القعده بقى ورويه كده قبل ما اجيلك. يلا عيب قوي. يمكن أمك محمود جه وحطت المفتاح من جوه. ليه؟ المفتاح ما بيدخلش خالص. بتعملي ايه في النبي يا ست انتي؟ انتوا مين؟ انا مين؟ انت اللي مين؟ انا صاحبة الشقة. افتكرتك، انت مرات محمود علوان مش كده؟ هي الحكاية كده يا محمود. استني عندك راحة فين؟ ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ان انتوا قاعدين في شقتي يا محمود. محمود علوان جوزك يا هانم بعد الشقة هادي بعقد موثق في الشارع العقاد. انت بتقول ايه؟ بيقول اللي انت سمعتيه يا حبيبي. باع ازاي الشقه دي ملكي انا باسمي انا؟ باعها بالتوكيل العام اللي انت عاملاه له. فوتي دلوقتي كنت تساليني انا يا حبيبتي ده يبيع ابوه على اذنك بقى. في ايه يا ماما؟ شقتنا راحت خلاص. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمه حاجه. في ايه يا ماما؟ ماما ماما كلميني. ماما ماما كلميني. ماما في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ماما ماما انا غلطانه. ردي عليا قولي لي حاجه. كلميني قولي حاجه. ردي. لان انا هنا يا سعاد. ايه اللي عملته ده؟ ايه اللي عملته؟ عملت كده لاننا متفقين. على ايه؟ متفقين كل واحد يتصرف اللي يخص الثاني طالما دي مصلحه. اي مصلحه؟ مش مصلحه بس كمان، ده احساس. اي احساس؟ احساسي كزوج كراجل ما اقدرش انام على السرير كان ينام على الراجل قبلي حتى لو كان ميت. ايه يا اخي وايه اللي خلاك تقبل من الاول؟ استحملت وتعذبت لغايه بلاقي الشقه البديله. اي شقه ولادها؟ ولادها طبعا النساء الاولانيه، لكن اقرب لمدرسه بنتنا مريحه. طبعا في فرق في الساعه. اتفضلي. ايه ده؟ دكتور توفير باسم حبيبتي مريحه. الفرق في الساعه كبير زي الفرق بين تفكيري وتفكيرك. ما كبير لازم تعرفي ان انت متجوزه اشرف راجل في الدنيا. محمود علوان اشرف مش شرف نفسه. اوعي تشك لحظه واحده كده. تتكلم على التوكيل اللي انت عاملهولي للغير مش عايزه. لما التوكيل اللي انا عاملهولك لا يمكن اخليه مش عارفين ابدا حتى اخر يوم من عمري. عارفين ليه؟ لاني ماليش حد غيركم. ما عنديش في الدنيا اغلى ولا اعز منكم. خساره. ما كانش العشب والله ما كانش العشب. البير يا البير. تعالى يا جلال انا هنا. تعالى. ايه يا راجل الكلام اللي انت قلت لي عليه في التليفون ده؟ اقعد بس اقعد. اللي قلت لك عليه هو اللي حصل. طب ما سالتنيش ليه؟ ما خدتش رايي ليه؟ حد في الدنيا يبقى صاحبه وحبيبه جلال قدور المحامي ويعمل عامله زي عملتك من غير ما ياخد استشارته؟ وده وقت عتاب يا جلال. قول لي دلوقتي اعمل ايه؟ بقى يا راجل تبيع شقتك وتقعد في الخرابه ديت وتدي فلوسك كلها لواحد نصاب. نصاب؟ طبعا يا البير، ده مرفوع عليه 5 قضايا نصب من محامين زملائي، وانا شخصيا رافع عليه قضيتين شيكات بدون رصيد، واحده في ليبيا والثانيه في قطر، ده نصاب دولي. محمود علوان؟ مش مصدق؟ اوريك ده غير الاحكام اللي عليه وغير النسوان اللي هو نصب عليهم. نسوان؟ ايوه يا البير، محمود علوان نصاب دولي محترف. محترف؟ والبوليس بيدور عليه في كل حته، مش عارفين له طريق سكه، اسامي وعناوين ووظائف كلها وهميه، بس هيروح مننا فين؟ مصيره يقع ويطب. يطب؟ طمنتني يا جلال. البير نصاب ونسوان. Woo!
راح في داهيه. لو صار عليا يقول انا مش خالص. والله مين دول؟ ما تستمعها. استاذ محمود علوان. وانت مين؟ ابراهيم مصباح صاحب العماره. ما كنتش تعرف ان الشقه باسم علوان؟ دلوقتي بس عرفت. وانت يا اسم مصباح ما لقيتش غير علوان ده تسكنه عندك؟ انا ما اعرفش عنه حاجه يا فندم الا انه بيشتغل منتج في السينما، حتى عقد الشقه لسه ما سجلتوش. ما تسجلوش احسن. محمود علوان ده مش منتج بس، ده ممثل كبير وبيلعب كل الادوار. واعمل حسابك لو اتسطرت عليه انت والمرايه دي هتعرض نفسك للمسؤوليه. حاضر يا فندم. هجيب لك الاجره من جوه. بس نزلت على انا وشي ده، انا حتى زي ما انت شايف كده حافي. اصبر يا ادم. ده يا في حياتك ادك الباب احسن يا استاذ البيت. استاذ البيت حبيب يا استاذ البيت. مين انا يا البيت؟ مين اللي بينت؟ انت فين يا عمي؟ انا هو مين؟ انا البيت. ايوه مين انا؟ مين اللي بينت؟ انا البيت. اه البير حبيب محمود علوان. خش جوه دلوقتي وافهمك على كل حاجه. فهمني على ايه؟ اسمع كلامي بس. خش على البير. حرام عليك. خش على كل حاجه يا ابني. فلوس يلا بير. فلوس يلا بس اسمع. فلوس الوضع ما تحلل صوتك. خش على البير. خش بلاش فضايح. وقررت اخد حذري منه واعمل احتياطاتي واعيد حساباتي من اول وجديد. الحساب اتقفل يا مدام سعاد ومفيش لك اي رصيد في البنك. يا مسكت الصوت اتقفل ازاي بمليون جنيه؟ لا دول مليون و240 الف جنيه. كمان انسحبوا بتاريخ 24/11 بتوكيل عام منك للاستاذ محمود علوان. يا خرب. وصوره التوكيل موجوده. يا خرب بيتي. صوره توكيلها هي مدام سعاد. صوره التوكيل عامل بيها ايه؟ مش انت اللي عاملاها؟ اه انا اللي عاملاها. خرب بيتي. صدقني يا محمود انا هبلغ عنك البوليس وهوديك فدايه. بلغ هتستفيد ايه؟ فلوسي. فلوسك عندي انا يا حبيبي، الحكومه مش هتقدر تجيبها لك، انا اقدر اديها لك ومزاجي. لو بلغت عني يمكن اتحبس. اه لكن انت هتطلع مولد بلا حمص. عايز فلوسك يا البير؟ ايوه. نفس اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد، والمثل بيقول خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. خليني ورا الكذاب لحد باب الدار. طلباتك ايه يا محمود؟ تعجبني. خش هات ورقه وقلم وتعالى. حاضر. اوام. حاضر. ما تخش بقى. ونسوان يا انت مش جيتني في البيت؟ ايوه في الشقه اللي فاتت سالت عن الاستاذ محمود وحضرتك قلت لي عند رئيس الوزراء. طب تعالى خش. اه مستخبي عندك مش كده؟ مديني الورقه دي فيها كل الطلبات اللي عايزها. طيب اقف استناني حضرتك ومين وجايه معايا. لا تيجي معايا فين؟ يمكن حد يكون من البوليس مراقبك ولا حاجه وبعدين ده في حته مقطوعه. ما فيش تاكسات بتروح هناك خالص. يا مدام. بس يا اسطى. بس. اتفضل. مستخبي هنا؟ ايوه مستخبي هنا. اتفضل. اتفضل. ولما انت عارف عنه كل ده انت مطويه عندك ليه؟ انا مطويه غصب عني، لكن الله يسامحك انا اذا كنت قلت لك كل حاجه فلان يعني حاسس انه نصب عليكي زيي، لكن يعلم الله قد ايه انا قلب عليكي وعاوز اقول لك انك تخلي بالك للمستقبل يعني برضه. لو انت رخلت نصب عليك؟ نصب عليا؟
ده ما خلاش حيلتي ولا ملين، كل اللي ادهولي حتة اسورة. اسورة؟ اه، وقال لي انها بتاعت امه، مع ان انا عارف امه ست غلبانة عايشة في جحر في الجمالية. فين هي الاسورة دي؟ كويس انك جيتي. طبعا كل ستي حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ اضرب اضرب يا حبيبي، اضرب الجنه يا ريحي. انا عارف ده مش عليك، هي اللي خبطتك يا حبيبي. وديت فلوسي فين؟ وديت فلوسي فين؟ فلوس ايه؟ المليون، المليون و200 الف اللي كانوا في البنك، رصيدي اللي كان في البنك وديته فين؟ فلوسك في الحفظ والصون. لكن يحجزوا على ساعه حبيبتي. لا يحجزوا عليا، لا لا يحجزوا عليا، لا لا. يعني خلاص حبيبتي ده انا كل ملكك يا سعاد. يضربها الحيوان. قدرت اتخلص منه بصعوبة في الليلة دي، لكن بعد ما اصابني بالقرف والغثيان وكانت دي نهاية معاشرتي زوج، لاني كرهته وكرهت الحياة معاه. لكن صبرت، صبرت عشان استرد فلوسي وفلوس بنتي. ما كانش قدامي حل تاني غير اني امشي ورا كتبه للاخر. وقدرت اعرف عنوان امه في مصر من مستنداته القديمة اللي لقيتها بالصدفة. انا جبت الطبيب يداوي، قال لي يا عيني. من فضلك الست ام محمود فين؟ محمود مين؟ محمود علوان. اخويا. اخوك؟ اه. انا عايزه بقى والدته. عايز امي. ايوه. انا جبت الطبيب يداوي. يما يما. ايه الغلاله دي يا عزاز؟ انت يا ام محمود؟ وانت سيرته انت مين؟ انا سعاد مراته. ما سمعتيش عني قبل كده؟ ما سمعتش ومش عايز اسمع. اسمع منين؟ ده بقاله اكتر من سنه لا جاني ولا سال عني. وبعد معاك فلوس؟ لا. طب انت معاك فلوس؟ لا. امال جايه ليه؟ نمره كام فيهم؟ مش فاهمه. يعني نمره كام في نسوانه؟ ال 17 ولا ال 18؟ ها؟ هو متجوز 17؟ انا ما قلتش فاكره اتجوز كام، اصله بيتجوز كتير قوي. الواد ده وسخ. زي ما قالكيش كمان. انت بتشتغل ايه؟ رقاصة ولا منيام؟ حكيم هو ما يعرفش غير الأشكال دي. مالك واقفة كده؟ لا بتمشي ولا بتنمشي. تعرفي تعملي قهوة؟ عندك الكنكة اهي، خديها اشطفيها واعملي لي فنجان قهوة مظبوط. إن شاء الله ما عنك عملت حاجة. تبين عليكي خايبة ومدهورة كمان.
طلعت جوه. مش حد ازاي ده انا سايبه هنا. هيكون راح فين؟ الله يا البري الكلب، انا كنت حاسس انك هتخوني. معلش انا برضو عامل حسابي. وطبعا رجعت لقيتيه اختفى. ايوه اختفى مده طويله. وبعدين؟ وبعدين اتصل بيا بالتليفون، نزلت قابلته، خدني لفيلا، قال لي انه اشتريها لي باسمي. كينج ماريوت مش كده؟ الفيلا دي شفت فيها اسود ايام حياتي. سعاد سعاد اطلعي. خد يا سعاد، خد يا حبيبتي، سمي واذبحي. لا انا ما بعرفش. انت مش بتحبي الحمام ولا تاكلي الزحل؟ انا اديتك الاذن. يلا انا بحب اتفرج عليه بس، لكن ما اعرفش اذبح، ما اقدرش. امسك امال، خليكي مره جدعه بقى. اوه وبعدين بقى. طب بص يا سعاد، بطي. خد يا سعاد شويه نسكافيه هيعدوا لي دماغك ويخليك فله، هيدفوكي. يلا يا لستة، يلا الشب. الله شبع عشان تدفي. يلا الشب الشبع عشان تدفي. يلا ايوه كده اشرب. ايه ده؟ نسكافيه. لا لا نسكافيه. الله 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 الله. ده احنا حلوين قوي. يلا حبيبتي يلا يلا. ده نسكافيه بيتمول مش اي كلام. يا ماما خش يا بنت نامي، امك هتنام عندي الليل. يلا حبيبتي. يلا سعاد يلا. حاسه بكل حاجه، حاسه بكل حاجه، لكن مش قادره اقاوم زي ما يكون كابوس. ولما فقت عرفت اللي عمله فيا. عمل فيك ايه؟ قصدي حطلي مخدر في النسكافيه الفالينيل اللي بجيبه لماما، سرقوا من شنطتي وحطوه. وليه يعمل كده؟ لاني كنت مانع نفسي عنه. وضحي اجابتك. لاني كنت ممتنعه عن معاشرته لاني كرهته. وما ضربتيش طلاق ليه او بلغت عنه؟ وخصوصا انك عارفه ان احنا بندور عليه وعايزينه. كنت صابره، كنت صابره لما اخد فلوسي وفلوس بنتي. كان اخر امل عندي هو عقد ملكيه الفيلا اللي قال لي انه كتبه باسمي، بس كان مستني لما يسجله، كان خايف يخرج علشان البوليس. وفي يوم وانا بدور في الاوراق شفت عقد الفيلا، لقيته مش باسمي، باسمه هو. واجهتيه بالحقيقه؟ ايوه مواجهتي بالحقيقه له وعدم معاشرتي له جنسيا خليته بني ادم تاني. لا ده مش بني ادم، ده حيوان، ده حيوان، ده حيوان، ده حيوان. مديحه مديحه، هي ماما جت؟ لا جت. طب لو سمحتي هاتيلي البشكير. Ha
عايز منها ايه؟ حيوان قذر. قذر مش ممكن في انسان يرتكب كل المحرمات دي. مش ممكن. لعلمك لو ما كانش القتل كان لازم هيعدم بالقانون. مظبوط يا باشا. قتل ادميتها كزوجه وقتل كل المشاعر والاحاسيس. ده غير النصب والاحتيال ومحاوله الاغتصاب كان لازم تقتليه. بس انا ما قتلتوش. ها؟ امال تفتكر مين اللي له مصلحه في قتل؟ شوف حمامه بتتذبح ما اقدرش اشوف ده ما اعرفش. بس احنا بقى عارفين كل حاجه. عارفين ايه؟ السكينه والسطور اللي قطعتي بيهم. لا عليهم بصمات وبقايا دم. الطب الشرعي اثبت انها نفس فصيله دم محمود علوان. لا اكياس النايل اللي عبيتي فيها. بس ما كنتش اقدر عليه. انت استعملت نفس الاسلوب المخدر بتاع امك اللي سبب ايضا اللي في الجثه. لا لا وخدرك واغتصبك وانت خدرتيه وقتلتيه. لا لو كنت نسيت رحت للمشرحه تشوف الطعنات بعينيك. لا وتفتكر ازاي قتلتيه. قتلته وقطعت جبتله حته ترميتها للكلاب. هو اللي علمني ازاي امسك السكينه. هو اللي علمني ازاي امسك السكينه وازاي تتصل الراس على الجسم. هو اللي علمني ازاي ينام الانسان بالمخدر ويعمل فيه اللي هو عايزه. هو اللي علمني الدم. هو اللي علمني الدم. هو اللي علمني الدم. عشان كده كان لازم اهدر دمه. كان لازم اهدر دمه. ولما وصلني للمكان ده كان خد مني كل حاجه. كان خد مني كل حاجه. ما فضلش غير الذل. غير الذل. الذل والكره والبره والمهانه. هي دي السكينة اللي ارتكبت بيها الجريمة؟ بص كويس. عايزك دلوقتي تمثلي ازاي نفذتي الجريمة وبالظبط. جوزك كان فين وقتها؟ كان على السرير في اوضه النوم. اتفضلي معانا. اتفضلي. هي دي اوضه النوم؟ ايوه. وكان نام فين على السرير؟ هنا. اتفضل يا فوزي نام زي ما تقول. كده؟ صور. السكينة كانت فين؟ كده يعني؟ وانت كنت فين؟ انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ اقصى عليا يا صحيح. مع اني ما احبش اعمل حاجه تضايقك غصب عنك. لكن انت بصراحه بقى كمان انا مش هقول ايه. يلا بقى جدا شاطر. بقول لك ايه؟ اعمل لنا حاجه سخنه تدفي الواحد عشان نكمل ليله الحياه الجايه. وانت اطمنت خلاص بيت راحت عند جدتها. لو انت اللي عايزك ست حلوينه جميل هروح الحمام تجهز انت المطلوب. يلا. ما تقومي بقى. على فكرة يا سعاد انا على النار.
كل كل عشان هتبقى لي العسل. كل انت. طب اشرب اشرب. فعلا الواحد كان محتاج حاجه سخنه تدفيه. الله اشرب اشرب. النسكافيه ده مزاج قوي. كلي كلي اشرب. قولي 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 قولي. Thank you.
كل الناس جايه عشان تشهد معاك.